السلام عليكم اصدقائي ومتتبعي يوسف تكنيسان. في حلقه اليوم غادي نشوف معكم هذا العنصر او الجهاز الذي امامكم. هذا تيرمو كونتاكت او ميكروستات ام، دونك جهاز مهم جدا. غادي نشوف معكم الطريقه ديال الاستعمال ديالو والتوصيل ديالو، اين يستعمل والمزايا ديالو والايجابيات ديالو ايضا في هذا الفيديو. ما تنساوناش من البارطاج واللايك للفيديو، وما تنساوناش من التعاليق ديالكم، وشكرا للجميع. فوالا، هذا جهاز ديالنا تيرمو كونتاكت او ميكروستات ام. كتعريف بسيط، هو اون ريغيلاتور دو تمبيراتور الكتروميكانيك يونيفرسال افيك انديكاسيون دو لا فالور ريال. دونك هذا الجهاز، هذا التيرمو كونتاكت او ميكروستات ام، السيري ديالو هو 8501 سيري 21 سيري 60 او 60. عنده هنا 2 امبير و 250 فولت. بالنسبه للتوصيل ديالو وطريقه الاستعمال، عنده هو كونتاكت فيرمي وكونتاكت اوفر 1 2 و 1 4. دونك عنده الكونتاكت، عنده المارون هو الكوما. بالنسبه للمارون والنوار كيكون كونتاكت فيرمي، والمارون والبلو كونتاكت اوفر. دونك غادي نشوف معكم الطريقه ديال الاستعمال ديالو والتوصيل ديالو، يعني واين يستعمل. بالنسبه للاستعمال ديالو، غالبا هذا الجهاز او هذا العنصر، هذا تيرمو كوستات تيرمو كونتاكت او الميكروستات ام، كنستخدموه في لي كومبريسور. الاغلبيه كنستخدموهم في لي كومبريسور. علاش كنستخدموهم في لي كومبريسور؟ كان يعني كان 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 كنقيسوا واحد درجه الحراره ديال الزيت اللي كيكون عندنا في ديك لا بومب. علاش؟ لان هذيك لا بومب عندنا كيكون فيها الزيت، دونك الموتور كيدور لنا ديك لا بومب باش يعني داك القوه ديال الدوران كينتج لنا داك الريح. دونك داك الزيت الى طلعت الحراره ديالها، دونك كتاثر لنا على لي فيكسيبل، كتاثر لنا على لي جوان، كتاثر لنا على لا ريدويل، كتاثر لنا على بزاف ديال الامور. دونك باش نحمي الكومبريسور ديالي من هاد الامور هادي، دونك كنوضع هاد تيرمو كونتاكت او الميكروستات ام. دونك فوالا، هذا هو يعني العنصر يعني اللي يمكن يدير لنا حمايه اكبر بالنسبه للكومبريسور، باش ما يتحرقوليش بزاف ديال الامور، لي جوان وداك لي فيكسيبل وبزاف ديال الامور. يعني هذا مهم جدا. واصلا كذلك يعني لما ترتفع درجه الحراره في الزيت بزاف، دونك عاد فقد الميوعه ديالها، ما عاد بقاش داك الزيت في الميوعه ديالها، يعني باش دور ديك لي بينيو داكشي باش يدور بسهوله ديالو في المكان ديالو جيدا. دونك هادشي علاش كنديروا هذا كحمايه للكومبريسور. ممكن يكون حمايه للاجهزه اخرى، دونك عنده استعمالات اخرى، ولكن الاغلبيه كنستعملوهم في لي كومبريسور دولير. عنده هنا هاد لاسوند، هذا مستشعر، دونك كيقرا هو لا تمبيراتور. دونك عنده جوج ديال ليغوي، هاد الغوج هي طريقة الضبط ديالو، فين كضبطو مثلا في لا تمبيراتور 120، دونك نضبطو مثلا بالنسبة للكومبريسور نضبطو في 120، يعني في 120. دونك هاد ليغوي البيض هو يعني كيعطيك يعني ديك الحرارة اللحظية. دونك هي مثلا عندك 60 دوغري، دونك ملي ارتفع شوية ديال يعني التشغيل ديال داك الموتور أو الكومبريسور كطلع على دوغري ديالو. دونك إلا وصلنا ل 120، دونك شنو كيدير؟ دونك كيديكلونشي، كيقطع لنا هذا الكونتاكت اللي يعني كيكون فيرمي، حنا اللي غادي ناخذوه فيرمي. دونك كيقطع كيتحل وكيحبس ليا الكومبريسور. دونك هذيك الكونتاكت اللي كناخذوه في كونتاكت فيرمي قبل الدائره ديال التشغيل. علاش؟ باش ملي تحلنا الكونتاكت اللي بغينا حنايا، دونك غيتحل غيحبس لنا السيركويت. دونك غيحبس لنا سيركويت كوموند وسيركويت بويسونس. دونك غادي توقف لنا الكومبريسور حمايه باش ما يتحرقوناش، كيف قلت لكم لي جوان لي فيكسيبل ولا ريدويل وداك الامور الاخرى ديالنا. دونك الطريقه ديال التوصيل بسيطه جدا، غادي نشوف معكم يعني الطريقه ديال التوصيل. غندير معكم مثلا غير ديماراج ديريكت، دونك واحد ديماراج ديريكت. غادي ناخذ الكونتاكت ديالها فيرمي قبل يعني زر التشغيل وزر الايقاف، يعني لما يتحل الكونتاكت دونك يحبس لنا هاد الطريقه ديال التشغيل ديالنا ديال الكومبريسور. وغالبا لي كومبريسور كيكونوا عندهم ديماراج ايطوال دخيون، هضرنا على هذا الامر هذا. علاش؟ لان هذيك لا بومب عندها واحد الميكانيزم ميكانيك كيدور بزاف ديال الامور، وكيكون عنده موتور كبير، يعني هذا الشيء علاش ما خصوش يدور يعني ديريكتومون بقوه كبيره، دونك كيدور يعني غيدوير شويه من بعد شويه. دونك فوالا الطريقه ديال التوصيل ديال هاد الميكروستات او تيرمو كونتاكت، طريقه بسيطه جدا كيف قلت لكم. عنده هنا هذا هو الكوماند، دونك كنوصلوا بالفاز مباشره، هاد المارو كنوصلوا بالفاز، وغادي ناخذ الكونتاكت ديالي اللي هو كونتاكت فيرمي باش يخدم ليا.
دوك هذا كان ديال الفاز القاطع، نعطيكم غير يعني ك يعني كإشارة يعني ك يعني كشرح بسيط غير باش تفهموا الطريقه ديال التشغيل ديالو والاستخدام ديالو. فوالا كناخذ الفاز المارو، دونك النوار كنديه من النوار مباشره للكونتاكت لا ان ديال الكونتاكتور. فوالا يعني باش يقطعنا الكونتاكتور او لا يشغلنا الكونتاكتور، يعني يحبسنا الكومبريسور او لا غادي يبقى خدامنا الكومبريسور في اللحظه ديال التشغيل العادي يعني الطومبيراتير نورمال. لما طلع لا طومبيراتير غادي يقطعنا على الكونتاكتور. هذا الشيء اللي بغيت يعني نعطيكم انايا كفكره فقط، يعني الطريقه ديال التشغيل ديال فوالا النوتر كيمشي لنا مباشره الى هنا الى القاطع مباشره، ثم الكونتاكت اللي مفتوح عندي يعني فين نستعمله، غادي نستعملو واحد ليدر غوج يعني لما تطلع على طومبيراتير دونك باش تمشي نتا لذاك الكومبريسور تلقى الديفو تلقى ان شاعله واحد لومب غوج انه ان طلعت الحراره ديال لا طومبيراتير. دونك طلعت الحراره ولما كتقولي طيح داك درجه الحراره ديالو تلقى اللومب يعني كانت شعلات ولات يعني طفات. دونك فوالا هذا النوتر، نديه للنوتر مباشره. فوالا هذه غير لومب ديال السينياليزاسيون ديال الديفو او يعني الحراره ديال الكونتاكت الاوفر ديال تيرمو ستات، اي باش نعرف انا عندي الديفو ديالاش وقع ليا في الكومبريسور ديالاش شمن ديفو اللي وقع، غتعرف انها طلعت درجه الحراره فقط. ودرنا سيكوريتي حمايه الكومبريسور. فوالا هذا نوتر، دونك والفاز كيجيني من الكونتاكت اللي مفتوح لما يتسد غادي يدوز لي الفاز لهاد تيموان غوج او لومب غوج باش نعرف انا الكومبريسور راه متوقف وها السبب علاش. دونك فوالا، اذا غير باش تكون الصوره واضحه اكثر، اذا فوالا هذا هو الكابتور ديالنا او الصون ديالنا هو اللي كيدخل لنا في البومب ديال الزيت، وهذا كنسدوه باش ما كيديرناش ما كيفوتيناش الزيت يخرج على برا. دونك فوالا هذا السيك ديالو، هذا كيكون راكب على برا يعني الترمومتر ديال الحراره اللي كنشوفو انايا فين واصله لا دوغري ديالنا ديال داك الكومبريسور. فوالا الا درت دابا التشغيل دونك عندك هنا 120 وهنا عندك هنا يلاه 20. دابا حاليا دابا هاد لا سونت قاريه لنا في هاد الجو هذا اللي عندي انايا هي 22 23 دوغري. فوالا الا طلعت الكونتاكت شنو غادي يدير؟ خصو يشعل يعني الديماراج يخدم لنا ديريكت لان خديت كونتاكت فيرمي. فوالا كيشتغل لنا الديماراج نورمال، دونك سواء ديماراج ديريكت او ديماراج ايطوال تخيون، غالبا في الكومبريسور كيكون ديماراج ايطوال تخيون. دونك فوالا الان يعني الامور شغاله جيدا، يعني ما عنديش انا اي اشكال، الكومبريسور ضابطو في 120 دوغري. لما طلع لي درجه الحراره 120 دوغري شنو غادي يدير؟ غادي يحبس لي لا سيركوي ديالي، يحل الكونتاكت ويقطع لي على الكونتاكتور وغادي تشعل لي هاد لومب غوج. فوالا غادي نعرف انا عندي المشكل في درجه الحراره، يعني الكومبريسور راه سخن الزيت ديالو. فوالا الطريقه ديال ضبط درجه الحراره كضبطها من هذا المكان هذا، دونك كتحيد هذه. دونك فوالا باش غير باش يعني نعطيكم قيمه تقريبيه، غادي نهود نضبط القيمه ديال الطومبيراتير الماكسيمال مثلا فوالا مثلا في 35 او يعني تقريبا 40 دوغري او لا. دونك فوالا ضبطتها في 35 كقيمه. دونك غادي ناخذ دابا شنو غادي ندير؟ غادي نطلع على طومبيراتير هنا باش نطلعها، غادي ناخذ واحد الكاويه فوالا وغادي نقيس هاد لاسون باش تطلع الحراره ديالها ونشوفوا شنو غادي يوقع. فوالا نطلع على طومبيراتير، فوالا راه كطلع على طومبيراتير راه طالعه. فوالا لما توصل لديك 38 درجه دونك شنو غادي يدير؟ غادي يغير لنا النقاط ديال التوصيل ديال لي كونتاكت هاد الميكروستار. فوالا 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 هادشي اللي بغيت نقول لكم. دونك هنا يعني شنو دار؟ سد لي الكونتاكت هذا، دار لي واحد لومب غوج هنايا شعلها لي باش نعرف انا راه هاد الكومبريسور توقفها علاش على حساب درجه الحراره ارتفعت، وهنايا حل لي الكونتاكت وديزيكسيتا لي الكونتاكتور يعني خدم يعني حبس لي الكومبريسور وخلى لي واحد لومب شاعله باش نعرفها انا هي ديال الحراره. فوالا
بالنسبه يعني الا بغيت ندير التشغيل فوقاش غادي دير التشغيل حتى تهبط هاد ليغوي يعني لتحت هاد الغوج يعني مثلا وصل 120 دونك حتى يولي رجع ل 120 قبل من 120 عاد يولي يدير لنا التشغيل يعني باش تحيدنا هاد يعني تحل هاد الكونتاكت وتسد الاخر عاد يمكن لك دير عاوتاني التشغيل من جديد. دونك فوالا غادي نحاول يعني يبرد هذا والا ما بردش دابا حاليا فوالا راه هابط دونك غادي يهبط عليها القيمه ديالها انا نحاول يعني باش يبرد دغيا بسرعه وغادي فوالا وغادي يغير لنا نقاط التشغيل. دونك هنايا عطاني التشغيل مباشره لان ما درتش البوطون الزر ديال التشغيل والايقاف اللي كان عندك حتى زر التشغيل والايقاف دونك ما غاديش يديما ريح حتى دير انت مارش. دونك هذا هو هذا ميكروستات ام او ثيرمو كونتاكت السيري ديالو 85011260 دو امبير 250 فولت. دونك حلقه مهمه جدا. السلام عليكم ورحمه الله.